آية دايما حضرتك بتقريها وكل الناس بتقراها ودايما بتصبرونا بيها ودايما بتطبطبوا علينا بيها، اللي هي وقالوا حسبنا الله ونعم ونعم الوكيل، الوكيل. ولما نكون في أزمة قول حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أخي أنت ما مش حافظ الآية اللي بعديها، ده ربنا بيقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. إيه يا دعاء، ما عندكيش دين ولا إيه؟ إيه يا شيخ محمد، ما عندكش فقه ولا إيه؟ شوف الجمال بتاع القرآن، ودي حاجة حلوة. لكن أنا بس بدعو الناس، الآية دي بالذات ارجع كده، أنا بقول الكلام ده لكل إنسان مبتلى، لكل إنسان مهموم، لكل إنسان اشتد به الكرب، لكل إنسان طال ظلمه، لكل إنسان طال أمر ألم به. ارجع بص في سبب نزول الآية دي، حاجة من الاتنين، إما أن تستقبل ما أنت فيه بقلب راض وتسلم الأمر تسليما كاملا لله، وإما أن يختل عقلك فيصبح لا تكليف عليك. حاجة من الاتنين، لا تتجنن ويصبح لا تكليف عليك، لا إما هتسلم الأمر تسليم كامل لله. ده في الآية دي أو في الكلام ده الآية دي فين؟ أقول لك بقى فين، أنت عارفة سبب نزول الآية دي يا ست دعاء؟ كلنا عارفين سوء ما حدث في غزوة أحد، صح؟ مظبوط. ما من احد في يوم احد الا وهو جريح او عنده شهيد، مش كده ولا ايه؟ طيب بالله عليكي، لما تاني يوم على طول النبي يقول لك في حرب تاني، في قتال، تطلع؟ لا انا لسه جاي من امبارح، ابويا ميت، ام اخويا ميت، زوجي ميت، اطلع فين تاني؟ وخدوا بالكم بقى، ده الفرق بيننا وبين الصحابة، عادوا وقد انهزموا وألم بهم ما ألم، لم تداوى الجراح ولم تخفف الآلام ولم تسكن الأوجاع، ومع هذا ينادي فيهم أن اخرجوا وألبوا نداء رسول الله، دافعوا عن المدينة. تاني يوم على طول من غير تفكير، حتى إن الواحد منهم كان يأخذ سيفه ولا زال الدم ينزف من جرحه، ما قالش أنا قاعد بقى وما ورش، لا لا. ولذلك شوفي بقى، ها، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حاضر يا رسول الله. وخرجوا فوضوا الامر لمين؟ لله. بس خلي بالك في النقطه دي، فوضوا الامر لله وهم حاطين ايديهم على خدهم وبندبوا حظهم، وهم بيقولوا يا بخت اللي بات مظلوم ولا باتش ظالم، وهم بيدعوا المظلوميه والقهر، لا، انما فوضوا الامر لله بعدما اخذوا بالاسباب، صحيح، بعدما الموا بالامور. علشان انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان الناس تفهم ان يوم القيامه ناس كتير من اللي بيتفرجوا عليا واللي بيشوفوا الاستاذه دعاء واللي بيشوفوا المشايخ غيرنا، هتيجي يوم القيامه عايشه في القهر والظلم، ويا رب هات حقي، انت مالكيش حق، يا رب هات لنا كمان حقي، انت مالكش حق. ليه؟ لانك يا حبيبي انت كنت مظلوم بمزاجك، انت كنت مقهوره، انت كنت مقهوره بمزاجك. ولذلك ايتين بقى في القران لازم ناخد بالنا بقى، خد بالك، اول شيء اهو، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، بعد ما خدوا بالايه؟ بالاسباب. ركزي بقى، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ذو فضل عظيم. طب الدليل على ان انا بقوله ايه؟ الدليل ان ربنا حكنا في القرآن ان الملائكة هتيجي تحاسب ناس، اي انتوا كنتوا فين؟ انتوا ايه اللي عمل فيكم كده؟ هتكون الاجابة اللي انا بقولها ايه؟ كنا مستضعفين في الارض. هل الملائكة هتقبل منهم الكلام ده وتقول لهم خشوا الجنة؟ لا. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ما الحتة دي أنت مقهور فيها ومظلوم فيها، إيه اللي بعدك فيها؟ أيوه. إيه اللي ممسكك فيها؟ والحتة معنى يعني شكلا ومضمونا، طبعا يعني إيه اللي مخليكي مستحملة طبعا القهر؟
لا انا ايه اللي انا بتكلم في مثلا موضوع عام. مثلا انا يعني بتكلم اقصد النهارده ايه اللي مخليني اقعد ادعي على الاستاذه دعاء؟ طب ما انا اجيب الاوراق اللي تثبت حقي ضد الاستاذه دعاء، طب ما انا اخد بالاسباب اللي ينصرني على الاستاذه دعاء. لكن انت حبيبي عمال يا رب يا رب حبيبي ربنا جعل اسباب، امر النبي ان ياخذ بالاسباب. فبعدما اخذ النبي بالاسباب وتحمل القيل صحيح. والقال وتحمل كل الهموم، جاءت ترضية الرب الأعلى: إنا أعطيناك الكوثر.